الراديو 90 90 هواها مصري. الفاكهة وكل واحد بيحب فاكهة مفضلة عنده، ودلوقتي فيه المانجا بقى بتغزو الأسواق، فيعني محبي الفاكهة. تعال أقول لك بقى أغلى فواكه العالم وحاول أنطقها صح لأن أسميها عجب العجاب. عندك أول حاجة فراولة السيمبيكيا. بيقول لك ال 12 فراولاية منهم من $85 وانت طالع. السيمبيكيا أو فراولة السيمبيكيا شكلها حلو، أقرب للتوت وطعمها مسكر جدا أكتر من الفراولة العادية. الواحد ما بقاش بيلاقي فراولة أصلا مسكر. أسطورة الفراولة المسكرة دي انتهت في الثمانينات تقريبا، خلاص ما بقاش في حاجة اسمها فراولة مسكرة. في بقى كمثرى بوزة، الفاكهة دي صينية فقط، ما بتبقاش موجودة غير في الصين. الكمثراية الواحدة من $9 وانت طالع. في كمان فاكهة اسمها الديكيبون، غير البوكيمون، لا الديكيبون، ودي خليط ما بين اليوستفندي والبرتقان والماندرين، وبتعتبر من اجمل الفواكه اللي في العالم. بيوصفوها انها بتدوب في البق اول ما تاكلها. الستة منهم بسعر يصل ل $80 وممكن يزيد. تفاح سيكاي ايشي تفاح السيكاي ايشي ده تفاحة واحدة منه ب $21، حجمه كبير ومش داخل فيه اي كيماويات، ويعني الاهتمام بيه فوق الوصف. تفاح ايه بقى؟ سيكاي ايشي. البطيخ المربع ده عارفين قصته، لان ده بينتج في اليابان وبيتحط في اناء مربع كده علشان تنمو البطيخة وهي مربعة. البطيخة ب $800 عشان مربعة. اناناس هيلجن ده بيتم استخراجه من مجموعة من الحدائق المفقودة. فين الحدائق المفقودة؟ هات لنا الهيلجن منها بقى. يعني الاناناسة ب $1600. في شمام يوباري بيتم الاعتناء بيه طول فترة زراعته، وكل شمامة بيلبسوها برنيطة قبعة كاب صغير يحميه من الشمس، وسعر الشمامة الواحدة $2300. في بقى بمناسبة ان احنا بنقول المانجا طلعت، في مانجو تايو لاتاماجو، خلي انت بالك، مانجو تايو لاتاماجو. العلبة من مانجو تايو لاتاماجو ب $3000، ولازم كل مانجاية يكون وزنها يعني ليها وزن او 12 اوقية، ولازم كلهم يكونوا الوزن ثابت. لو لقيت واحدة اكبر من التانية ممكن تعمل مشكلة. يعني اسمه ايه بقى؟ مانجو تايو لاتاماجو. في عنب روبي الروماني، نشوف عنب روبي ده اخباره ايه. بيقولك العنبية الواحدة حجمها قد كورة وسعر العنقود اكتر من $4000. في بطيخ دينسوكي دينتيني شوكي، ده بطيخ الدينسوكي قشرته الخارجية سودة ومسكرة جدا، وفي 2008 اتعمل مزاد بيع بطيخ الدينسوكي ده ووصل سعر البطيخة $6000. يعني ما مش متاح، ده بيتباع في مزادات. يا سلام. في كمان بطيخ اليوباري ده بيتم انتاجه يابانيا فقط وزراعته يابانيا فقط، وبيقول لك ده نوع فاخر من البطيخ. سعر البطيخة $23000.